اليوم غندوي على اكبر جريمه دارها النظام الجزائري في حق المغاربه، واللي هي المسيره الكحله اللي طرد فيها النظام الجزائري اكثر من 350 الف مغربي من الجزائر. تخيلوا معي ان نهار العيد الاضحى، العيد المسلمين، ويطرد الرئيس الجزائري مغاربه. ما داروا والو. ذنبهم الوحيد انهم كانوا مغاربه، وطردهم نهار العيد، نهار الذبيحة، نهار كل شيء، وجا وقال لهم سيروا وحطهم في الحدود ديال المغرب. المهم حط كافيزا خيبه ديال بصح، وهادشي كامل غنطرقوا ليه في هذا الفيديو. علاش الرئيس الراحل الجزائري هو وليد بومدين دار هذه الجريمه بحق المغاربه، وشنو هما الاسباب، وشنو هما التبعيات، وشنو هو رده الفعل اللي دار جلاله الملك الراحل الحسن الثاني من بعد هاد الواقع ديال المسيره الكحله. كامل غادي نتعرفوا عليه في هذا الفيديو هذا. فداك الشيء علاش ما تنساوش انكم تبارطاجيو وتعطيو الاراء ديالكم. وحنا الا كنا كنجبدوا هاد الوقائع التاريخيه غير باش بنادم ما ينساش التاريخ. فنبداو على بركه الله الموضوع ديالنا. في 18 دجنبر سنه 1975 طرات المسيره الكحله. واحد الصباح ديال نهار العيد، المغاربه في الجزائر مشاو باش انهم يصليو صلاه العيد ديالهم ويذبحوا الذبيحه ديالهم وداك الشيء. اذا بهم كيتفاجئوا باللي الجيش الجزائري بارك يطردهم من الديور ديالهم بالملابس ديالهم، ما يهزوا والو. تخيلوا معايا انهم الممتلكات ديالهم والدب ديالهم والحوايج ديالهم ممنوع تهز شي لبسه وممنوع تهز شي حاجه. خرجوا المغاربه كاملين، المغاربه تماك عندهم الديور ديالهم، العقارات ديالهم، البروجيات ديالهم، عندهم كل شيء ديالهم. قال لهم خليو كل شيء، وكيهزوهم في الكاميوات وكيهزوهم هذا وكيهزوهم فوق الحمير حاشاكم. يعني واحد الحاله ديال الطرد رخيبه. وهادشي طراو في مجموعه ديال المدن في الجزائر بحال مدينه تلمسان ووهران، مجموعه ديال المدن الجزائريه اللي كان تم الطرد ديال هاد المغاربه هادو من المنازل ديالهم. ذنبهم الواحد انهم يحملون الجنسيه المغربيه وان عندهم الاصول المغربيه. وكينساو هاد النظام الجزائري اللي دار هاد الفعله هادي، ان هاد المغاربه البعض منهم كانوا ساندوهم في ثورة التحرير اللي دارتها واللي قادت الجزائر باش ان تحرر من الايادي الفرنسيه. ولكن كاين شي ناس ما كيعرفوش بالخير، باش نكونوا واقعيين، ان هاد المسيره هادي بالضبط راه ما يمكنش انها تمحى من ذاكره التاريخ. شنو هما الاسباب ديال المسيره؟ بلاتها باش نقول لكم نشرح لكم شنو هو السبب اللي خلى الرئيس الجزائري الهواري بومدين يدير هذا البلان هذا. بكل خلاصه 350 الف مغربي دار هذا العدد بالضبط لان الملك الراحل الحسن الثاني في المسيره الخضراء دار 350 الف مغربي. هو باغي يدير ديك اللعبه، انت ديتي 350 الف مغربي باش تحرر ديك الصحراء، وحنا ما بغيناكش تاخذ ديك الصحراء. دابا هما بغاو ديك اللعبه يولوا قوه اقليميه، ديك اللعبه قوه ضاربه، وعمرهم ما غادي يوصلوا ليها، لان لطالما المغرب كان شوكه في حلوق هاد الناس هادو. كيما انت ديتي 350 الف مغربي، انا غنطرد لك 350 الف مغربي من الاراضي ديالي، من الجزائر غادي يطردوا وغادي ندخلوا عندك من الاخر. لان شنو هي المسيره الخضراء؟ المسيره الخضراء بكل بساطه مشاو ناس احرار مغاربه تحت لباو النداء ديال صاحب جلال الراحل الملك الحسن الثاني باش اننا نمشيو نعبروا الحدود اللي كانت شحال هذه رسماتها اسبانيا، واننا نخترقوا الحدود، اننا نرجعوا الصحراء ديالنا المغربيه. كاينين دول اخرى ما كانوش باغين ان الصحراء تولي ديال المغرب، من ضمنهم مثلا الجزائر، ليبيا، القذافي، يعني مجموعه ديال مصر، مجموعه ديال الدول ما كانوش باغين المغرب انه رد الصحراء المغربيه ديالو. فالهواري بومدين كان من اكثر الناس اللي كان ما عندهمش مع النظام المغربي والدوله المغربيه، وخصوصا الملك الراحل الحسن الثاني. فهو شنو دار؟ جا ودار هذا القرار اللي تخيلوا انني اليوم الى هذا اخوانا انا كنعاود لكم الفيديو وكنعاود هذه القصه وهذه الواقعه هذه، وباقا ما بغاش تدخل ليا لدماغي انه حنا راه مسلمين. يعني نسى هذيك القضيه ديال حنا راه مسلمين، حنا مسلمين، يعني هذوك اللي طردتيهم. انا بغيت اي انا ما كنعاودش الفيديو باش انني نخلق الفتنه وهاد الامور هادو. حاشا ولله، الجزائريين الاحرار واللي خوتنا وكل شيء، انا ما عنديش حتى حاجه. انا بالعكس، انا الحلم ديالي شنو؟ الحدود تفتح وما يبقاوش هاد المشاكل، ما يبقاوش هادشي كامل. انا كندوي على النظام اللي ارتكب هاد القضيه هادي، ما كنهضرش على الشعب،
حاشا ولله، لان الشعب الجزائري كان رافض هذا الواقع هذه، وكان بزاف الجزائريين الاحرار نهار طرات هذا الواقع هذه خرجوا في مظاهرات ندوا فيها ان قالوا هذا الشيء اللي طرح راه ما خدام ما والو. لان تخيلوا معايا من بين 350 الف مغربي اللي ترحل راه كانوا زوجات مغربيات، كانوا مزوجين جزائريين، حيدوا الجزائري حيدوا لي الزوج اللي يديروا المغربيه، والعكس صحيح، جزائريين حيدوا لهم زوجاتهم المغربيات. يعني الجزائريين منين طرات هذه الواقعه قالوا او كيفاش كيف علاش 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 هذه المسيره، علاش بلادنا ما تخليوش يعيد عيد المسلمين عيد الاضحى؟ لاننا انا علاش درت هذا الفيديو بالضبط، لان غدا عيد الاضحى باش بنادم يعاود يستذكر داك الشيء اللي داروا هاد الناس، وكيقول لك حقا حنا مع خوتنا المسلمين. هاد المغاربه هادو واش ماشي مسلمين اللي طردتيهم؟ نتوما كتمشيو كتسانوا القضايا حق هادوك، هادو ماشي مسلمين اللي باكين حيدتوا لهم ممتلكاتهم، حيدتوا هجرتوهم من ديورهم، هجرتوهم من الخدمات ديالهم، من الامور ديالهم كامله باش تلبيو ليكو ديالكم نتوما، باش تلبيو داك الخساره اللي خسرتوها الدبلوماسيه ديالكم وداك الشيء. شكون اللي غادي يخلص الضريبه ديال هاد الامور؟ هادو مغاربه مساكن لا حول لهم ولا قوه، لا لان هادشي هذا فريمون يستفز. هادشي راه ماشي موضوع، هذا ماشي موضوع سهل انني عادي غنمشي ما هو ما ساهلش نهائيا. انت حط راسك بلاص هاد الانسان هذا، انك تكون يلا مجالس هكذا، كي تيجي واحد كيخرجك بحال هكا كيقول لك يلا ما بقى هاد الدار ما بقاش ديالك، وهي راه دارك حتى اللي بانيها. يعني انت وليتي، انت منين مشيتي للجزائر انت ما اعتبرتيش اعتبرتي الجزائر دوله ديالك انت، بحال بلادك بحال بلادك، لانك تقول هذوك راه خوتنا جيراننا. يعني ما يمكنش، ما عمرك ما طاحت لك الفكره في دماغك ان شي نهار غادي يطرى هذا البلان، لان بزاف غيقولوا وراك ما كانش في الاول المشاكل، لان المغرب كان مع الجزائر، المغرب كان ديما مع الجزائر، كان ديما كيوقف مع الجزائر، كان ديما كيساند الجزائر. المغرب من الدول الاولى اللي وقفات مع النظام الجزائري. ولكن انا شنو اللي حاجه اللي كنقول لكم، انا ضد داكشي اللي كيديروا النظام ديالهم اللي ضد المغرب، ضد سياسه المغرب اللي باغي يخلق المشاكل المغرب، وهادشي كامل بسبب انه ما باغينش شي نهار ان المغرب يمشي يطالب بالصحراء الشرقيه ديالهم. هما قال لك حقا بقاو ديما حنا جابدين لهم المشاكل في ديك المنطقه باش ما يمشوش شي نهار ويفكروا ولا، ولكن واحد النهار غادي يرجعوا كاع الاراضي اللي تحيدوا منا، غادي يرجعوا لينا، غادي يرجعوا لنا، والصحراء غتبقى مغربيه رغم الكيد الكائدين ورغم حقد الحاقدين. باش نكونوا واقعيين، وشنو هو ردة الفعل في نظركم اللي دارها جلالة الملك الراحل الحسن الثاني؟ شنو هي دابا؟ تخيل انت كمالك، واحد دولة اخرى حداك هجراتك 40 الف ولا 350 الف من لا بوبولاسيون ديالك، شنو ردة الفعل اللي غادي ديرها انت؟ غادي دير نفس المثل، غادي تهجر انت 350 الف جزائري، ولكن كتبقى تربية الملوك. شو الملك الراحل الحسن الثاني شنو دار؟ منين سألوه قالوا ليه شنو ردة الفعل غادي دير؟ قال لهم ما عنديش ردة الفعل. قال لي واش صعيبة عليا انني مثلا هجر 350 الف جزائري، علما ان تعداد الجزائريين اللي كانوا في المغرب راه كان كبير، كانوا بزاف الجزائريين عايشين في المغرب، كانوا عايشين مش بخير، لدرجة أن الجزائريين كانوا كيتسناو الدقة اللي كانوا في المغرب، كانوا كيتسناو أنهم تا هما غادي يطرا لهم كيما طراو المغاربة تماك. ولكن هما قال ما يمكنش أنا نهجر مسلمين وجيراننا وخوتنا، أنا اللي غادي نهجرهم، هادي بلادهم هادي تا هي، أنا ما غاديش كيما دار النظام الفاشل، ما غاديش بحالهم هنايا، غادي يبقاو هنايا، حقهم يبقاو هنا، داروا مشاريعهم حقهم يبقاو هنا. كاينش شي واحد غادي يأديهم، كاينش واحد غادي يمسهم. شوفوا الفرق، الاخرين شنو داروا؟ ما عقلوش، جاوا الراق باق خرجوا كلشي، خلو حتى شي مغربي، خرجوا 350 الف مغربي، 350 الف مغربي المصير ديالهم كان مجهول. ملي دخلوا المغرب مشاو بقاو في الوجده، من موراها داروا لهم مخيمات. تخيلوا واحد كان عنده برسقه بماله بجاهو ولا في مخيمات، من بعد الدولة المغربية اللي كتطبلهم في الوظائف في بلايص فين يخدموا داك الشيء، ما يمكنش. راه كاينين مغاربة كانوا فريمون لاباس عليهم في الجزائر، كاين اللي يخدم عساس، كاين اللي يخدم ممرض، كاين اللي يخدم كل واحد فين خدم،
كل واحد وشنو المصير ديالك، ما يمكنش غيوصل داكشي اللي كان مثلا خدام به في الجزائر، وداكشي يعني ديورو وداكشي دارو ودوك المسائل كامله خلات تما. كون من ضمنهم ناس كاينين بزاف ديال المشاهير المغاربه كانوا حضروا هذه الواقعه هذه، مثلا بحال القائمه بالعوشي، الناس اللي عارفين واحد المذيعه كدير نشرات رياضيه وداكشي، راه حتى هي كانت تزادت في وهران الابوي المغاربه وداكشي، حتى هي عاشت الواقعه هذه ورواتها وعاشت الواقعه عدو زيد كيفاش تهجروا كيفاش المسائل كامله. فأنا درت هذا الفيديو ماشي لغرض نوض الفتنة، أنا جزائري خوتي وأقدركم وأحبكم، أنا عاودت هذه الواقعة داكشي اللي داروا النظام في حق المغاربة، النظام الجزائري ليس الشعب الجزائري، الشعب الجزائري أكون له كل الاحترام والتقدير وكل الحب، باش من هنا نتفاهموا، ما تقولوش أنت أنا أكن كل الحب والتقدير للشعب الجزائري. فهادشي اللي كاين، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش أنكم تبارطاجيو وتعطيونا الآراء ديالكم، الله يعاونكم.